السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الأعزاء، أخواتنا الأفاضل والأكارم. أخواننا الأعزاء محتاجين عونتكم إن شاء الله، ونعرف إحنا ما تقصرون، نعرف في هذا المجتمع الحلو اللي يدلنا، في هذه الهواية الحلوة اللي تلمنا، فاعلين الخير، الله يزيدهم خير خير إن شاء الله. أخواننا الأعزاء، رب الجلالة بالقرآن الكريم يأكد ويقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له منها لكم له نصيب منها. والرسول الجليل صلى الله عليه وآله وسلم يكرر القول: إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أخواننا الأعزاء، صديقنا وأخونا وأحد هواتنا وأحد إخوانكم حيدر جزيرة عنده أخته الله يحفظها وينتهي الصحة والسلامة، عندها مشكلة صحية كلش حرجة تحتاج إلى عملية تكلف مبالغ، عندها الكليات واقفة والكلية الثانية أكو إمكانية تدخل طبي تشافيه. العملية يوم الأحد. بصراحة إخواننا بكركو قادوا حملة وإحنا نتمم هاي الحملة، وإن شاء الله الحملات بوجودكم أزيد وأزيد. إخواننا الأعزاء، مثل ما تعرفون قبل 5 أشهر سوينا مزاد ريع الكامل راح للأيتام، والحمد لله والشكر قدرنا نوزع بما يقارب 200 إلى 210 عائلة. أكو طيور بقت بصراحة من طيور المزاد مال الأيتام، اتصلنا طبعا هاي الوجبة الثانية مو الوجبة الأولى، اتصلنا بالإخوان اللي هدولنا هذا الطيور، مو هدولنا إنا هدول الأيتام، استرخصنا منهم وأيضا استثنينا بأكثر من شيخ من أكثر من مدرسة دينية، الكل أجازونا إنه هذا الريع مال هذا الطيور يروح لهذه الطفلة بعد موافقة الإخوان اللي تبرعوا بهذا الطيور. إحنا من جانبنا راح نسوي كالآتي إن شاء الله وبمعونتكم، من باكر إن شاء الله الساعة 10 مساء راح يصير عندنا مزاد من 5 طيور يوميا، حابة نبيع كل هذه الطيور. طبعا هذه الطيور من احسن الخطوط اللي موجوده، ترابه تبرع بعده حمامات، هانس باول اسر، ميتل ميتشلين، ما شاء الله يعني طير غالب اولمبياد، 4 طيور من هولندا، خير من الله طيور عراقيه، واحد طير مال مجموعه طيور مال جيرارد وولترز عن طريق الاخ علاء، ما شاء الله هواي طيور عندنا. نحتاج من عندكم تقيمون هذه الطيور بميزان حسناتها، بميزان حسناتها هاي الطيور. طبعا نأكد ونرجع أكو قول جدا مهم للرسول العزيز صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سعى في قضاء كربة أخيه، من سعى في قضاء كربة أخيه قضى الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إخواننا الأعزاء، أخوكم حيدر وعائلته في كربة، نتأمل من عندكم إن شاء الله تشاركون بهذا المزاد اللي راح يكون على زاجل في زاجل تحديدا، وبنفس الوقت الأخوة اللي يردون يشاهدون الطيور اثنان موجودين، احنا يومية الساعة 10 راح تنعرض 5 طيور مدة 3 أيام، مبالغ هذه الطيور راح تروح لقضاء حاجة هذه الطفلة، طفلة بعمر الولد وأخو عزيز صديق علينا وأحد هواتنا وأحد إخوانكم، محتاجكم ومحتاج توقفوا له أنتم. هواتنا الأعزاء، دعوة من قلب خالص نوقف سوية من أجل هذه الكربة. طبعا الأخوة اللي عندهم حمام يردون يتبرعون بي لأجل هذا الموضوع، أيضا كل الهلا بيهم باكر وعقبة وبعده، يومية الساعة 10 الطيور راح تنعرض هنا، الأخوة اللي يردون يشوفون الطيور هم يخليزون يشوفون يقلبونها، كل الهلا بيهم. المزاد راح يصير مزاد عام ومزاد انترنت بصراحة، هذه أولا. ثانيا الأخوة اللي عندهم يقدرون يساعدونا بمبالغ مادية بأيا كان المبلغ، وبدون ذكر اسم او بدون او باسم ايضا، كل الهلا بكم. اخواننا الاعزاء، محتاجين وقفتكم، موقف انساني نبين لكل المجتمع الاخر انه احنا متكاتفين مع بعض، خلينا نتجاوز كل المسميات، خلينا نتجاوز كل الخلافات في سبيل الحياه، طفله بعمر الولد محتاجتنا ومحتاجتنا. من باكر ان شاء الله، من باكر، باكر يوم يعني انا ودي اتاكد بالشهر بالضبط، اليوم يا اخواننا الاعزاء يوم جمعة، اليوم جمعة ان شاء الله من باكر السبت 30 بالشهر 30 واحد، ويوم واحد 30 ويوم واحد 2 ان شاء الله، عندنا مزاد يومين الساعة 10، مزاد سريع لان الطفلة يوم الاحد لازم تسوي العملية، عندنا بس يومين او 3 أيام نجمع المبالغ اللي نقدر لها. كل الشكر للاخوان اللي تبرعوا وسمحوا لنا انه نبيع هذه الطيور وتروح لهذه الطفلة، كل الشكر للاخوان اللي راح يشترون الطيور ان شاء الله في ميزان حسناتكم. إخواننا الأعزاء، هذه الطيور بها بركة، هذه الطيور بها بركة. أنا أعرف 3 أو 2 شخصين الطيور اللي اشتروها من المزاد اللي صار قبل 5 أشهر بناتهم ظلمة، أنا أعرفهم شخصياً،
الطيور إن شاء الله الله راضي عليها، وأيضا الأخوان اللي عندهم أموال إن شاء الله ويقدرون يتفرعون ياكل اللي هلا بيهم من باكر. راح نخلي هنا صندوق صغير ما اريده حتى يذكر اسمه ولا راح نبوع الكد، راح يخلي يفتح الصندوق يخلي اللي يقدر عليه وخلف الله عليه. شكرا جزيلا لكم، ما بنطول عليكم، ننتظركم باكر احنا، وان شاء الله نقدر نساعد باللي نقدر عليه. وكل هذا واحنا مقصرين، كل هذا واحنا ما كل موضوع به اي فضل ولا اي موقف نهائيا، احنا ملزمين كاخوه، كأخونا محتاج عملية يسوي الأخت ومزمين السعادة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم وفضل عليكم، مع السلامة.